تحياتي مشاهدينا الكرام، ومستمرين في التغطية الإخبارية لكل الأحداث. وفي العاصمة الإدارية الجديدة أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أن الحكومة المصرية قررت فور وقوع أحداث السودان تأجيل امتحانات الثانوية العامة للبعثة المصرية في السودان إلى أجل غير مسمى، وذلك حتى استقرار الأوضاع. وأشار وزير التربية والتعليم وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعليم العالي محمد أيمن عاشور، وذلك عقب اجتماع للحكومة قررت الوزارة السماح للطلاب المتواجدين ضمن البعثة المصرية بالسودان والمقيدين بالصف الثالث الثانوي بالإمكانية لأداء امتحانات الثانوية العامة في الموعد المقرر في داخل جمهورية مصر العربية في الدور الأول، أو التأجيل لدخول أداء هذا الامتحان مع موعد الدور الثاني، مع التأكيد بالحصول على الدرجة الفعلية لنتيجة الامتحانات. نتابع هذا المؤتمر الصحفي. مساء الخير جميعا. الحقيقة النهاردة يعني في مجلس الوزراء ناقش قضية أبنائنا في السودان، وإحنا الحقيقة طبعا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتذليل كل العقبات لأبنائنا الطلاب المصريين في السودان، فإحنا الحقيقة كوزارة التربية والتعليم ومعالي وزير التعليم العالي هنتكلم عن هذا الأمر. الحقيقة فور الأحداث على طول طلعنا قرار بتأجيل امتحان الثانوية البعثة المصرية في السودان إلى أجل غير مسمى إلى هدوء الأوضاع. كمان سمحنا لأولادنا اللي موجودين في البعثة المصرية للسودان الصف الثالث الثانوي أنهم ممكن يلتحقوا مع أولادنا في امتحان الثانوية العامة، وقد يكون أنهم مش هيقدروا يلحقوا يذاكروا أو أكتر، فسمحنا لهم بأن هم يأجلوا للدور الثاني بالدرجة الفعلية. بس أنا طالب منهم يتواصلوا مباشرة مع الإدارة العامة للامتحانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. أما طلاب النقل فالحقيقة هم ده إجراء عادي جدا، لما يرجع بيروح الإدارة التعليمية ويدخل المدرسة اللي كان طالع منها في هذا الشأن. الحقيقة أفراد البعثة عايز أطمن كل الناس رجعوا الحمد لله بأمنين سالمين، وده جهود الدولة المصرية الحقيقة أنها رجعت أولادنا سواء الطلبة أو أعضاء البعثة البالغ عددهم 152 فرد. الجزء اللي أنا عايز أأكد عليه تاني بقى وده مهم، في طلبة مصريين بيدرسوا ضمن نظام التعليم السوداني، فهنا احنا هنسمح لهم بالعودة الى ونقبلهم في مدارسنا، لكن بعد اجراء معادلة لهم علشان نشوف بس المواد اللي درسوها هنا والمواد اللي درسوها هنا. وبالتالي مصر حريصة على اولادها والدولة المصرية حريصة على اولادها في هذا الصدد بإذن الله. الحقيقة معالي وزير التعليم العالي هيتكلم برضو عن ابنائنا في الجامعات، وشكرا جزيلا. شكرا شكرا معالي الوزير. النهاردة احنا ناقشنا الحقيقة في مجلس الوزراء خطة تعامل الدولة المصرية مع أبنائنا الدارسين المصريين العائدين من مناطق طوارئ أو أزمات إنسانية أو كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة، وهتكلم على أولادنا اللي في السودان. عايز أقول احنا الحقيقة ناقشنا من خلال توجهات القيادة السياسية ومن خلال اللجان المنبثقة المسؤولة عن دراسة حالة أولادنا، وحبتدي أشكر الحقيقة كل من عمل على إعداد نقدر نقول قواعد التحويل لأولادنا في الخارج إلى مصر، وأشكر اللجنة الوطنية الدائمة المنوطة بدراسة ملف طلابنا المصريين اللي هو طبعا وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، وزارة التعليم العالي، والجهات الحقيقة اللي هي معنية بهذا الأمر. أحب برضو أشكر الحقيقة المجلس الأعلى للجامعات اللي هو حط معانا الأسس اللي هي إزاي بتضمن إن الطالب المصري اللي في السودان يقدر يجي يلتحق على طول بالدراسة بناء على أسس معينة هتكلم عليها دلوقتي علشان أطمن ولادنا بعد دراسة كبيرة واعتماد المجلس الأعلى للجامعات. أول حاجة احنا رجعنا إلى الحقيقة القوانين الحاكمة لولادنا اللي بيدرسوا بره وإمكانية إن هم يرجعوا للدراسة لاستكمالها في الظروف اللي أنا ذكرتها في البداية. في قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011 اللي هو كان نص على يجوز لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية
في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا للقواعد والضوابط التالية. أول حاجة، لازم يكون ابننا حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد فيها في الخارج. تاني حاجة، إنه هو يكون الشهادة اللي هو بتمنح لي في الشهادة في الجامعة اللي بيدرس فيها برة معادلة الجامعة اللي بيدرس فيها مع الاعتماد بتاع المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، بمعنى ان في اتفاقية مع الجامعات اللي بيدرسوا فيها معتمدة، اذا ابننا اللي بيدرس في هذه الجامعة المعتمدة احنا بنعتمد مباشرة النتيجة اللي هو الدراسة بتاعته في سنة اي من السنوات بنجيبها، وبعدين بنعمل له مقصة علشان نعرف هو درس ايه ونقصه ايه من المواد، وبالتالي نقدر نخش في المسار اللي هو بعد دراسة المقصة لضمان ان ولادنا يحصلوا على حقوقهم من جامعات معتمدة بناء على اعتماد المجلس الاعلى للجامعات، وفي نفس الوقت نضمن المستوى العلمي اللي الطالب مفروض يحصل عليها. في هناك قواعد للتحويل. اول حاجة ان هو عدم الالتزام بالحد الادنى للتقدم عام الحصول على الشهادة الثانوية بناء على اعتماد الجامعة اللي قلنا عليها. طيب الطالب اللي جاي من جامعة غير معتمدة ده احنا بنعمل له اختبار لقياس المستوى، وبنقدر بناء عليه ان هو نوجهه الى السنة اللي هيدرس فيها تتوافق مع الامكانيات بتاعة الامتحان. حاجة تانية، عدم الالتزام بضرورة قضاء الطالب 50% من سنوات الدراسة، يعني معنى ان هو عشان يحصل على الشهادة بتاعته لازم يقضي 50%. احنا النهاردة الحقيقة قلنا ان هو يكتفى بعام جامعي واحد، وده برضو عشان نساعد كل اولادنا اللي جايين في السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة. في 10% هيتم اضافتها للطاقة الاستيعابية لجامعاتنا الخاصة والاهلية، ولادنا اللي جايين من الجامعات اللي اتكلمنا على نقدر نقول الاطار اللي بنشتغل عليه في الجامعات الخاصة والاهلية بيتم استيعابهم مباشرة من خلال اضافة نسبة 10% من هذه الجامعات لاستيعاب ولادنا مباشرة. الحقيقة احنا هنستقبل كل ولادنا بآلية واضحة بيتقدم للحصول على نقدر نقول الاعتماد من المجلس الاعلى للجامعات، الجامعة اللي بيدرس فيها، وبناء عليه بياخد الملف اللي بيطلع بيه على الجامعة اللي بيلتحق فيها في جامعة خاصة او اهلية زي ما قلنا. احنا يهمنا اننا نأكد ان احنا حريصين على مصلحة ولادنا، حريصين على سلامتهم، واحنا الحقيقة بهذه القرارات اللي النهاردة اعتمدناها في مجلس الوزراء بنؤكد ان ولادنا على الرحب والسعة لتكملة دراساتهم في بلدهم، وده بظروف استثنائية السنة دي فقط، ان شاء الله تبقى افضل ليهم باذن الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي مشاهدينا الكرام، وبنستمر مع حضراتكم في تغطية كافة الأخبار، وبنناقش بالقراءة والتحليل عودة الحوار الوطني بعد طول انتظار وجلسات ماراثونية استمرت حوالي عام لتعود من جديد. اليوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وتمت في قاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع. اجتمعوا على مائدة واحدة لمناقشة خطة الدولة للسير بخطى ثابتة نحو جمهورية جديدة. مراحل التحضيرية لهذا الحوار مرت عبر محطات مهمة من إصدار قرار تشكيل مجلس الأمناء ووضعه في حالة انعقاد دائم ووضع هيكل يستوعب جميع القوى السياسية المشاركة في مصر، ومجموعة من المحاور كانوا ثلاث محاور: سياسي واقتصادي واجتماعي. اليوم كان هناك الجلسة اللي كانت موجودة وسنناقشها
بالقراءة والتحليل. بينضم إلي على الهواء مباشرة ويشرفني الأستاذ طارق متولي، أمين حزب حماة وطن بمحافظة سويس وعضو مجلس نواب السابق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بك. وقبل بداية الحوار بنعرض لكلمة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في كلمته وجهها عبر الفيديو كونفرنس لهذه الجلسة اللي تمت النهاردة، على أن تعاظم التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة عززت من إرادة وضرورة الحوار. وأعرب الرئيس عن تطلعه لأن يخلص إلى أن يخلص هذا الحوار لنتائج ملموسة تجاه كافة القضايا وعلى جميع المستويات. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين، دولة ديمقراطية حديثة، ونضع للأبناء والأحفاد خارطة الطريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم. السيدات والسادة، إن دعوتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول، وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء، كما أن تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار، والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. وعلى مدار عام مضى ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تابعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوع الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري. وأنني إذ أكرر تحياتي لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة، فأنني أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها، متمنيا من الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق، مؤكدا دعمي المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة. وأتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهائية. وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة
وأتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين عليها وعلى تنظيمها. فمصرنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبذل من أجلها الجهد والعرق والدم وأن تجمعنا على حبها. فهي الغاية وهي الوسيلة دائما. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الرئيس في هذه الجلسة اللي بتعتبر بداية انطلاقة للحوار الوطني اللي بيأمل الجميع أن يضيف الكثير لهذا الوطن الذي نعمل بالتأكيد جميعا من أجل المصلحة العليا له. ويسعدني أن أرحب مرة ثانية بالأستاذ طارق متولي أمين حزب حماية وطن في محافظة السويس وعضو مجلس النواب السابق، أهلا بك. ويعني هسأل السؤال في البداية دايما، تقييمك لهذه الدعوة من الأساس، دعوة الخاصة بالحوار الوطني؟ لا، هي أعتقد كانت دعوة سعادة الرئيس أطلقها في إطار العائلة المصرية، كانت دعوة صادقة بتعبر عن حب السيد الرئيس لمشاركة الأطراف كلها في تحديد مصير الوطن. والنهارده لما ابتدينا تاني نعمل في ظل الظروف عودة الحوار الوطني النهارده أو في هذا الوقت، على في هذا الوقت العصيب اللي بتمر به المنطقة كلها والعالم كله متغيرات عنيفة، وحضرتك زي ما شايف كل المنطقة عندنا حواليها بيعاد تشكيلها تاني، فوجود عودة مثل هذا الحوار الوطني أعتقد إنه نقطة إيجابية وتحصل للدولة المصرية. الحوار الوطني أعتقد فرصة لكافة الأطياف السياسية والأحزاب والقوى المجتمع المدني إنها تشارك في صنع القرار الفترة اللي جاية، إنها تشارك في الرؤية اللي موجودين فيها، تشارك في حجم التحديات اللي إحنا بنتعرض فيها، تشارك في وضع رؤيه في الخروج لمصر لبر الامان الفتره الجايه دي كلها. يعني كان اهم حاجه ما يمثل الموضوع الحوار الوطني حضرتك الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده ساعه ما اطلقناها في دستور 2014 وسيد رئيس الجمهوريه ساعه ما جه ومتبني مثل هذه الجمهوريه. الجمهوريه الجديده احنا بنعتمد فيها على شقين. مفهوم العداله الناجزه بشكل سريع، بنتكلم على مفهوم المستدامه لمصر 2030 وهدف التنميه المستدامه. بنتكلم على خروج الدوله المصريه بشقيها سواء دوله حضريه او الاستثمار في الانسان المصري الثاني. احنا حضرتك من خلال الجمهوريه الجديده دي كلها اعتقد احنا كمستهدف نعمل 30 مجتمع ومدن جديده حققنا منها 22 منها مدينه ومجتمعات عندنا زي العالمين الجديده والمنصوره الجديده. مجتمعات جديده بتضيف للمجتمع المصري القديم. بنتكلم النهارده على العاصمه الاداريه والنقل الحضاري اللي فيها، بنتكلم على الاستثمار في المواطن المصري، بنتكلم على الاستثمار في المواطن المصري بشكل جديد من خلال حريه مسؤوله مش حريه مطلقه. هو مشارك معانا وعارف وبرضه ليه الحريه وليه كافه ضمانات حقها ودستور، بس يشارك في صنع القرار بتاعه بشكل ملتزم بما يخدم بصالح الدوله المصريه. بنتكلم النهارده على انا شخصيا يعني كافه الاطياف اللي شايفها انها ممثله اعتقد انها بتمثل كافه الاطياف الشعب المصري. احنا دورنا كاحزاب وكحزب حمايه وطن، احنا كنا ساعه ما دخلنا كان شغلنا شغل المواطن المصري، شغلنا الشغل كنا ننزل للمواطن المصري والتحام معاه في حل مشاكله ووقوفه في جنبه، طرح رؤيته، عرض مطالبه. هو ده فترة فاتت كحزب كنا ملتزمين بهذا الالتزام. طيب المحاور اللي بتكلم عليها الحوار الوطني السياسي واقتصادي واجتماعي، من وجهة نظرك من تعاملك مع الناس داخل الحزب وتواصلك مع المواطن العادي اللي غير قادر على الوصول لصانع القرار، يعني ايه اهم الملفات اللي بتهمه؟ يعني حضرتك زي ما حضرتك فضلت ان المحاور الموجودة الثلاثة سواء السياسيين او الاقتصاديين او الاجتماعي الحوار المجتمعي، واعتقد الحوار المجتمع هو اللي من دول اهم حاجه هو المطلوب فينا تحقيقه على ارض الواقع. مواطن طبقا لظروف حضرتك العالميه اللي بتمر بيها العالم وبما فيها مصر الظروف الصعبه اللي بيمر فيها دي كلها، مطالب ان نشاركه رؤيتنا، مطالب ان نعرف اماله، نعرف مشاكله ويبقى في وصل امين. ايه اهم الهموم اللي موجوده؟ ايه اكترها؟ يعني بنتكلم اقتصاد، بنتكلم سياسه. الاقتصاد يا فندم انا اعتقد المواطن المصري النهارده اللي يهمه في الكلام مش النخبه السياسيه النخبه السياسيه كافيه لانها تعرض الكلام ده كله. المواطن المصري النهارده كل ما يهمه الحاله الاقتصاديه اللي بيمر بيها، وده مش نتيجه للازمه الداخليه عندنا، بالعكس
ده نتيجه ازمه عالميه موجوده من ايام الحرب الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، واحنا جزء من الاقتصاد العالمي. هل في ادراك واضح من قبل المواطن انه لانه السوق اصبح مفتوح فاحنا التاثر موجود بكل ما يجري في العالم؟ هو اللي تعرض ليه مصر المواطن المصري في الاول للازمه كان صدمه، لغايه لما تبين اثار الصدمه دي كلها مش نتيجه قصور الدوله المصريه، بالعكس الدوله المصريه اتعاملت بشكل يعني جيد جدا في الاثار الجانبيه نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه زي ما اتعاملنا في موضوع الكورونا. تمام. كورونا كان من دول من مصر في مصاف الدول اللي كان ليها التعامل الجيد مع تلك الازمه. مواصل ان المصري يتعرض لصدمه، ماشي، وصدمه في اول الازمه لغايه لما تبين ابعادها ايه، وجود كان عندنا مخزون سلع استراتيجي اجل المعاناه بتاعت المواطن المصري. نظن احنا كاحزاب مع بجانب الدوله احنا مش بنعوض عن دور الدوله، لا بالعكس احنا موجودين كنا التكاتف التعاون هو ده الدور جانب بجانب الدوله المصريه مع المواطن المصري عشان ناخد بايده. احنا كاحزاب كحزب وحمايه وطن الفتره اللي فاتت كلها سواء فتره رمضان او ما قبل ذلك كنا مشاركين في مواد كتف بكتف على مستوى المحافظات مع المواطن. محافظه السويس احنا قمنا اكتر مبادره بشكل جيد جدا من خلال اللي عندي امانه الشباب وامانه المراه، كنا مع المواطن كل يوم في وجباته في افراحه وفي مساعدته. ده مش احنا منش عليه، ده دورنا في الاخر بجانب الحكومه ان يحس الناس جنبه بجيب. وانا برضو بستغل برضو وجود ايه الحوار الوطني ان الاحزاب غير مؤثره في البرلمان فرصه انها تعبر عن ارائها. تمام. وانا اعتقد انا باكد على كده ان الاحزاب غير مؤثره في البرلمان ملهاش نواب فرصه انها في خلال هذا الحوار الوطني تطرح رؤيتها، تطرح مشاكل من وجهه نظرها. وبرضو بطالب مش مجرد مشاكل، لا انا بطالب بوضع حلول ومقترحه وحلول قابله للتنفيذ فتره زمنيه. احنا لو خرجنا من هذا الحوار الوطني مثل هذه التوصيات بوضع حلول لمشاكل مصر وتحديدها وضع جدول زمن واليات للتنفيذ، اعتقد المواطن المصري هيحس ان جدول من هذا الحوار الوطني. ايه اللي بصفه حضرتك بتتعامل مع الشارع وبتتعامل مع السياسه او مع صانع القرار سواء تواجد في الحزب او تواجد سابق في مجلس النواب، ما الضمانات اللي ممكن انها تنجح هذا الحوار؟ يعني في طريقه التعاطي مع المشاكل، في طريقه التعامل، ايه اللي المفروض ان هو يتم تجنبه؟ اقول لحضرتك حاجه، احنا تقريبا في 113 قضيه هتتم المناقشات في حوار الوطن ومحددا مسبقا ومعروفا. هو اولا في اراده اساسيه لنجاح هذا الحوار ودي نمره واحد اعتقد هيساعد على نجاحها. نمره اثنين النقل الامن لمشاكل المواطن لصنع القرار زي ما حضرتك فضلت قلت عسام في وضع خريطه احنا عاوزين ايه او المواطن عاوز ايه من خلالنا. وبالتالي توضع مجموعه من الحلول القابله للتوزيع مش الحلول الحالمه في جدول زمني وتعرف بيها المواطن، اعتقد هيحس بمصداقيه الموضوع ده كله. ثالثا عندنا بعض المؤشرات الايجابيه حتى قبل انتهاء الحوار الوطني. عوده الاشراف القضاء اعتقد خطوه محترمه جدا. العفو الرئاسي الفتره اللي فاتت شغل جيد جدا. كل ما كان له رؤيه اساسيه مختلفه او بعيد عن سفك الدماء وده طبعا كلنا نرفضه تم العفو عنه، ودي اعتقد يعني خطوه كانت مسبقه ايجابيه بتدي حق او بتدي اشاره للمواطن احنا في طريقنا للحلول الجيده في الفتره الجايه. التعامل مع قضايا ومناقشتها من قبل حتى يعني كان في الانعقادات السابقة لما تم داخل الجلسات بعض الجلسات اللي تمت سابقا تم الإحاطة بأنه أنا كمواطن عادي أنا ممكن أنا أتواصل مع الأمانة الخاصة بالحوار الوطني لطرح وجهة نظر أو لطرح قضية أو ما إلى ذلك. شايف أنه وسيلة التواصل دي جيدة لأن أنا مش شرط أن أنا أكون بنتمي الحزب ولا شرط أن أنا أكون شخصية مؤثرة، ولكن أنا ليه وجهة نظر كمواطن يعيش على هذه الأرض. شايف ان التقنية دي تقنية جيدة؟ لا طبعا ده حق مواطن في الآخر، مش كل مواطنين بينتمي الأحزاب أو في الآخر انك تتيح للمواطن المصري من خلال التقنية الموجودة. احنا وصلنا تقريبا 544 ألف تقريبا مقترح تقدم للجنة المواطنين بشكل مباشر، برضو ده كان شيء إيجابي جدا من السادة الأمناء القائمين على المؤتمر. ما في الآخر احنا كقوة سياسية أو قوة حزبية أو قوة مجتمع مدني موجود كنا بنعبر عن جزء من المجتمع، بس ما بنمسش كل المجتمع. انك حضرتك تتيح لبقيه المجتمع ان يطرح رؤيته وفي جزء ممثل فيه في هذا المؤتمر هذا الحوار حاجه شيء جدا. بجانب انا شايف النهارده التوسع في المشاركه
شمل جميع الأطياف، جميع الأحزاب، جميع القوى المدنية، بما فيهم شباب، بما فيهم مواطنين غير منتمين لأي أحزاب. أعتقد خطوة جيدة جدا. أعود لحضرتك حاجة، هو قبل ما نستكمل هعود لحضرتك، ولكن عبر الهاتف دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور طلعت تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا أهلا بيك. و يعني إذا أجملت من وجهة نظر حضرتك أهم النقاط اللي توقفت حضرتك عندها النهاردة وبتأمل إنها تكون نقاط إيجابية في أن يكون هذا حوار مثمر على كافة المحاور. يعني النهاردة طبعا أول حاجة إيجابية طبعا رسالة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وجهها للمؤتمر اليوم، دي شيء جيد جدا، ودي يعني تقول ان الرئيس مهتم بالحوار وراعي الحوار وداعم للحوار، وان كل نتائج تصدر عن الحوار سواء توصيات او سياسات او غيره هو الرئيس طبعا توصل له شخصيا، ودي تعتبر يعني ضمانه حقيقيه لنجاح الحوار. ايضا وجود النهارده رئيس مجلس الوزراء وعدد من الساده الوزراء برضه ديت رساله برضه اخرى ان الحكومه ومعنيه وما ويعني وداعمه، والنهارده حريصه ان تسمع اراء الحوار وتشارك فيه. برضه النهارده اطياف المجتمع المصري اللي كانت موجوده النهارده، احزاب سياسيه، قوى شعبيه، قوى سياسيه، جمعيات اهليه، خبراء، متخصصين، كل ده كان شيء ايجابي جدا. ايضا الكلمات اللي اتقالت النهارده من الساده مؤسسين الاحزاب او من السيدات السيد عمرو موسى، السيد حسام بدراوي، برضه كانت كلمات مؤثره وكلمات فيها الشفافيه وفيها وضوح ورسائل جيده. يعني كل ديت علامات ايجابيه ان شاء الله ومبشرات لنجاح الحوار. يعني طبعا برضه الاحزاب السياسيه قالوا كلام جيد جدا، والكل يعني متجاوب والكل متجانس والكل عايز يعني يخرج بمخرج جيد يعني يساعدنا في المرحله القادمه. هل المدد الزمنيه للمناقشه لكل المحاور متساويه، ام ان هناك يعني المحور السياسي ياخذ مناقشات اكثر ام لا سيتم بالتساوي؟ كل محور هياخذ يوم، يعني احنا بنشتغل 3 ايام في الاسبوع، كل يوم 4 جلسات شغالين، جلستين من 11 ل 2 وجلستين من 3 ل 6. يعني السياسي مثلا هيشتغل يوم الاحد، مثلا الاقتصاد 3، المجتمع 5، يعني على بالتساوي. وطبعا طبقا بقى لاجنده كل لجنه، ممكن لجنه تخلص في مره في مرتين في 3 حتى تخلص. التعامل مع المخرجات الخاصه بهذا الحوار هترسل لرئيس الجمهوريه شخصيا، هتخرج في شكل توصيات؟ توصيات بمقترحات قوانين او سياسات او مشروعات قرارات، وتطلع التصويت او يعني اتخاذ هذه القرارات. مفيش تصويت عندنا، مفيش تصويت. بالظبط، هي انا بالتوافق بالتراضي بالتوافق. عموما نتمنى لحضراتكم كل التوفيق. شكرا ليك، شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. عوده ليك مره ثانيه استاذ طارق. و من وجهه نظر حضرتك التعاطي مع فائدة هذا الحوار الوطني في تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية، أنت كحزب ممكن تستفيد من الحوار الوطني ده إزاي؟ لا، هي فرصة ذهبية للأحزاب كلها بما فيها حزبنا حزب حماية الوطن للالتحام بالشارع. الشارع بيفتقد دور الأحزاب كفترة الفترة اللي فاتت كلها. أنا أعتقد أنه يعني فترة ذهبية في الفترة الجاية لعودة الأحزاب بشكل قوي. وأنا برضو من خلال حضرتك بطالب تكوين يعني الأحزاب. إحنا عندنا أحزاب كبيرة تعدى 110 حزب. لو يحصل نوع من انواع التوافق بين احزاب اللي يتعمل بشكل كان تلفات تلفات بجانب الاحزاب اللي موجوده على الساحه القويه زي حزب حماية الوطن، اعتقد تبقى فرصه لعوده الحياه السياسيه بشكل ثاني للشارع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، فرصه ذهبيه للاحزاب توصل امال الشعب المصري، مشاكل الشعب المصري بشكل حقيقي وامن لصناع قرار. وبالتالي هنحط مجموعه من الحلول القابله للتنفيذ زي ما قلت لحضرتك قبل كده، فتره زمنيه. لو نجحنا في كده المواطن المصري هيحس ان فعلا الجدول من ورا الحوار الوطني. انا كنت عايز اشير حاجه ثانيه، كان سيد رئيس الجمهوريه طبعا بيركز عليها، الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده دي مفهوم جديد في دوله حديثه. احنا كان من ضمن اهداف الجمهوريه الجديده دي القضاء على الجهل المرض والبطاله والعشوائيات الموجوده. احنا بنتكلم عن تقريبا 4600 قريه النهارده في القرى الاقصى، يعني مش فقط القرى الاقصى احتياجا، تم تطويرها بما يتعدى تريليون
وده كان من خلال مبادره حياه كريمه اللي تبناها السيد الرئيس. اعتقد احنا كنا ماشيين باليات مش مجرد رؤيه، ده فعشان كده بقول لحضرتك طالما حطينا الرؤيه عندنا بالتنفيذ بتاعها هنحس بالمدوى. بنتكلم عن 100 مليون صحه برضو كان من ضمن المبادرات الرئاسيه بيصب في مصلحه الجمهوريه. قضاء على قوام الانتظار. قوام الانتظار طبعا ده كل ده بيصب في مفهوم الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده مش متعلقه يا فندم بالجماد، لا ده بتتكلم على تطوير الدوله الحديثه للدوله المصريه، بتتكلم على تطوير قدرات المواطن المصري واعاده تثقيفه، بتتكلم على اعاده الشباب وتاهيل الشباب لقياده الدوله الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم على زياده، احنا كحزب حوت وطن وتمنينا الموضوع ده، زياده الوعي السياسي عند الشباب، زياده الوعي بصفه عامه عند الشعب المصري، زياده الانتماء للدوله المصريه في الفتره القادمه تحسبا لما تتعرض لها مصر من نتيجه التغيرات الموجوده والمخاطر المحيطه بالدوله المصريه. التعامل مع اتخاذ القرار داخل هذا الحوار الوطني، يعني في الجلسات السابقه برضه تم التوافق على انه لا يوجد فكره تصويت ولا يوجد فكره الاغلبيه وما الى ذلك، هو قرارات او توصيات ستخرج بالتوافق او سيتم اخراج وجهتين نظر، يعني في طرح وطرح اخر بيتم عرض الاثنين وعرضهم على المواطن وعلى يعني صانع القرار. وجهه نظر حضرتك في هذه الاليه الخاصه ب الاثنين يا فندم، الاثنين سواء توافق على رؤيه او وضع رؤيتين مختلفين الاثنين هيصبوا في صالح الوطن، ده اكيد اكيد. الرؤيتين بيعرضوا المشكله من وجهتين نظر مختلفتين، بس انا برضو باكد ان مجموعه التوصيات اللي تخرج ان شاء الله والسيد رئيس الجمهوريه يتبناها بشكل مجموعه قرارات او يتم اقرارها في مجلس النواب لخروجها بشكل الموضوع ده كله، لابد مع الرؤية دي كلها وضع مجموعة من الحلول قبل التنفيذ. أنا مش مجرد بصدر مشكلة، لا أنا عايز أحدد المشكلة، أحط إيدي على المشكلة. ما ده الهدف من الحوار. ما ده الهدف من الحوار الوطني، إن أحدد مشكلتي إيه وأحدد الآليات للتنفيذ والآليات اللي قابلة للتنفيذ بشكل سريع وقابلة على أرض الواقع. بإمكانيات الدولة في مصر، إحنا عايزين نقول لحضرتك فعلا الدولة المصرية بعد الحرب الروسية الأوكرانية في محنة بسبب الظروف الاقتصاديه وبسبب ان دور الدوله مش عايزه تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعيه. لا، انحازها للمواطن البسيط. ما هي مسؤوليه اجتماعيه. انحازها للمواطن البسيط، هي مش قادره تتخلى، مع ان في منتهى البساطه يعني كله زي بيت الدول اللي بتعمل النهارده، لا هي الدوله المصريه والسيد الرئيس حريص جدا شد الحرص على انحازه للمواطن البسيط. احنا كاحزاب النهارده او كوكو مدنيه موجوده او مجتمع مدني مش جايين بديل، احنا جايين بجانب كتف بكتف مع الدولة مع الجهات المسؤولة عشان نرفع العبء عن المواطن المصري. التعامل مع دمج المعارضة مع الدولة في الحصول على حلول، هل بتعتقد انه هي وسيلة ناجعة وناجحة في الوصول لحلول سريعة، او انه انا اسمع وجهات نظر مختلفة وبتكلم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ايضا؟ أقول لحضرتك حاجة، الفترة العصيبة دي كلها لازم كل يتكلم، لازم كل يعرض وجهة نظره، حتى لو أنا مش قابلك وجهة نظر أو أنت عنيف في عرض أمورك، بس أنا في فترة حرجة. والحوار الوطني النهاردة ما عندوش خطوط حمراء، زي ما قال السيد رئيس الجمهورية، الحوار الوطني مطروح لكافة القوى السياسية المؤيدة والمعارضة واللي مبسوط من ده وزعم دورة، أنت في الآخر عايز تسمع الحلول لمشاكل فعلية موجودة عندك. ولما كل عرض مشكلة من أكثر من جهة أعتقد هتوصل حل سريع للمشكله منها. يعني كل وجهه نظر تتبنى عرض مشكله من وجهه نظرها اعتقد بتديك بعد تاني بنتكلم فيه. بالتالي هيبقى قدامنا مجموعه من الحلول قبل التنفيذ. برضه اقول الحوار الوطني فرصه ذهبيه جدا 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 لابد ان نستغلها كلها لخروج بمصر بشكل قوي جدا الفتره الجايه. المفروض داعمين للدوله المصريه في ظل التحديات الموجوده اللي حوالينا والتحديات الموجوده في العالم كله النهارده. مطلوب مننا دعم القيادة السياسية فترة قادمة في ظل الزخم الموجود في المنطقة النهاردة. انت كل يوم حضرتك بتفاجئ بحدث ما كانش في حسبان اضخم اضخم مما كان حضرتك، وكل مرة بيطلع لك حدث بعيد عن التفكير وحدث تداعياته اكبر وحدث بيمسك انت كأمن قومي مصر النهاردة.
التعامل مع هذه الأحداث أو هذا الزخم اللي موجود، هل من الممكن هو يجعل فحوى الحوار سياسي أكتر منه اقتصادي واجتماعي، ولا زي ما قال ضيفي الكريم الدكتور طلعت عضو مجلس الأمناء أنه الحوارات يعني أو المحاور هيكون فيها تساوي في المناقشة؟ هو تحية الدكتور طلعت شخصية وطنية محترمة، خلص تحية لي والسادة الأمناء. لا، أنا كل محور مهم جدا من وجهة نظري، كل محور بيغطي جانب مهم في حياة المواطن المصري، كل محور هيصب في الآخر لدعم الدولة المصرية، ولا بد أن يتم المناقشة المستفيضة الفعالة على كافة المحاور. المحاور دي كلها بتمس المواطن المصري من كافة الأوجه، سياسيا والاقتصاديا طبعا والاجتماعيا. كل محور أهميته في مجاله. النهارده احنا ما بنتكلمش على النخبه السياسيه في اتخاذ القرار او في صناعة القرار او في رؤيه، لا انا بتكلم النهارده بشكل عام واشمل. النهارده المواطن المصري بقى مش مهتم يعني اقول لحضرتك بشكل مباشر بالحاله الاقتصاديه، اعتقد هو ده برضو اكيد، بس هو عايز يطمن مسمى البلد في ظل التعدديه الحزبيه، في ظل انتخابات قادمه السيد الرئيس وعد انها تكون شفافه، وكمان مره باشيد بقرار عوده الاشراف القضائي، اعتقد دي يعني اشاره ايجابيه جدا 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 اللي جاي، رساله من اللي جاي في كل ايات سواء انتخابات رئاسيه او انتخابات نيابيه او ما يتليها. الشباب القضاء طبعا شيء محترم جدا، العفو الرئاسي اللي شمل جميع الاطياف السياسيه التي لم تحمل سلاح في وجه الدوله المصريه شيء محترم جدا، برضه كان رساله ايجابيه جدا. المحاور الاقتصاديه النهارده هتغطي المواطن المصري يعرف حجم التحديات اللي احنا موجود فيها. المواطن المصري كل معلومات النهارده تهمه ان الاسعار بتغلى، طب انت عايزين نشكك معانا الاسعار عندنا بتزيد ليه؟ ومعدلات زيادة عندنا هل زي هي زي في الخارج؟ وخطة الدولة المصرية في الفترة الجاية لاستيعابه والحد من آثار التضخم الموجود ده عليه. الحوار والمجتمع في الآخر بقى احنا بنتكلم عن شرح المجتمع الجديد دي كلها، زي أقول لحضرتك المبادرات الرئاسية كتف في كتف لمدة دكتور، ده نوع من أنواع الخدمة المجتمعية اللي بتمس شريحة كانت موجودة ما عندهاش صرف صحي، ما عندهاش خدمة تعليمية، ما عندهاش خدمة صحية. ما دي الخدمة المجتمعية. بنتكلم على التوصيل للمرافق للمناطق المحرومة دي، بنتكلم على 100 مليون صحة، بنتكلم على الحد مقاوم للزكاة، كلها كانت رسائل إيجابية في خدمة المواطن المصري. التنوع اللي موجود في الايديولوجيات وفي التوجهات وفي الـ 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 الشخصيات اللي موجوده داخل مجلس الامناء وداخل اللجان اللي هيتم المناقشه فيها، شايف ان ده هتضفي نوع من انواع الثراء في المناقشه؟ طبعا الزخم الموجود ده طبعا والثراء ده ثراء يصب في المصلحه. كلما كنا هناك تعدديه، كلما عندك اراء مختلفه، عندك رؤيه مختلفه، هتوصل يعني الحل الامثل من وجهه نظرك. الزخم ده زخم طبيعي، زخم نقول عليه هو الاختلاف في طبيعه الحياه، وزخم صحي. انت في الاخر حضرتك لما اسمع من حضرتك وكل الاطياف الموجوده كلها النهارده في الموجوده كلها، حتى يبقى صانع في صنع القرار وصانع في شكل التوصيل تطلع، ما يجيش بعد كده يقول لك انا كنت بعيد عن مشهد. لا، احنا كل ممثل حتى بما فيه من الشعب المصري اللي كان بعيد عن الاحزاب او القوى المدنيه كلها تم مشاركته، تم اخذ مقترحاته من خلال الموقع الالكتروني، وكان شيء محترم جدا مع انه بيمثل عبء، بس في الاخر احنا كنا عايزين نقول للمؤتمر او الحوارات ده خارج بيمثل جميع اطياف المواطن المصري. انا بشكرك شكر جزيل على التواجد معايا استاذ طارق متولي امين حزب حماه وطن محافظه السويس وعضو مجلس النواب السابق. شكرا لك. شكرا متشكر لحضرتك. انا كنت حابب اضيف حاجه بسيطه قبل ما نخلص. احنا كنا في حماه وطن محافظه السويس، كنا عملنا قبل كده حوارين وطني على مستوى المحافظه، كان من ضمنهم صالون ثقافي يختص باثار الحرب الروسيه الاوكرانيه على الاقتصاد المصري، وكان حاجه محترمه. عملنا حوار سياسي تاني في استراتيجيه الامن القومي في مواجهه التحديات اللي كانت موجوده. احنا كنا برضو من خلال منظومه الحزبه الرئاسيه التلاحم مع المواطن بشكل مباشر، في الاخر بنسمع مشاكله معاه، بنشركه، بنرفع مستوى الوعي اللي عنده او عند الشباب. برضه عندهم مجموعه، عندك مواقع التواصل الاجتماعي مواقع مدمره. احنا دورنا كلنا رفع المستوى الوعي عند الشباب، رفع المناعه عنده، رفع الانتماء للدوله المصريه. ما ده باللقاءات المباشره. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتكم ايضا مشاهدينا الكرام، الى اللقاء ان شاء الله.